بعد 80 عاماً عثر أطباء روس على إبرة طولها 3 سنتيمترات في دماغ هذه السيدة، تم غرسها في رأسها منذ ولادتها في محاولة للتخلص منها. نعم، محاولة لقتلها وهي طفلة. ربما تستغربون، القاتل المحتمل كان والديها. ففي فترة 30ات القرن الماضي وأثناء الحرب العالمية الثانية، كانت أغلب القرى النائية في الاتحاد السوفيتي تعاني من مجاعة قاتلة. الحرب ضد ألمانيا النازية تسببت في نشر الفقر المدقع، لذا كانت بعض الأسر السوفيتية تلجأ لقتل أبنائها خشية الفقر. التخلص من صغارهم كان يتم عن طريق وخزهم بإبرة في دماغهم، وهو ما حدث بالضبط مع سيدة مسنة نجت من محاولة قتلها من أبويها. إدارة الصحة المحلية في منطقة سخالين الروسية النائية قالت إن الإبرة اخترقت الفص الجداري الأيسر، لكن لم يكن لها التأثير المقصود. لكن الأبوين أهملا إزالة الإبرة بعدما فشلت محاولتهما في قتل ابنتيهما، وبقيت السيدة على قيد الحياة تحت ملاحظة الأطباء.